وصمت على جبيننا احنا وخضرنا المجهود ديالنا وخلينا ما درنا معاه. أمي فاطمة مبقى عندها لحن الله رحيم بطبيعة الحال، ما كاين لا رجل ما كاين لا وليدات، ولكن الأسرة ديالها الكبيرة هما الساكنة ديال دوار إمسلان. الأمل ديالهم هاد الساكنة هما أنكم تساعدوا باش أنه الرسالة ديال أمي فاطمة اللي تعاون معها في هذا المنزل باش ترممو، لأن في أي لحظة هي خايفة بأنه باش يطيح على هذا المنزل هذا. شكرا لكم وتحياتي لكم. اليوم متتبعينا ما زلنا مواصلين الجولة ديالنا في دوار إمسلان دائرة أسني إقليم الحوز. يعني ماشي من السهل الإنسان أنه يعيش وحيد، فبالأحرى أن تكون مرأة، يعني واحد المرأة اللي بلغت من العمر عتية يعني 70 سنة وعايشة بوحدها. على العموم الساكنة دايرة مجهودها باش أنها تساعدها، يعني تتوفر لها لقمة العيش في الساكنة اللي تنعرفهم بطبيعة الحال بأنهم ظروفهم المعيشية قاسية، بالأحرى أنهم باش يوفروا هذيك طرفة الخبز لوليداتهم باش وكذلك يتعاونوا مع أمي فاطمة اليوم اللي حنا تنتواجدوا معها. نخليو واحد الفاعل جمعوي اللي تحدث علاش أمي فاطمة عايشة بوحدها وسنوات وهي بطبيعة الحال ما كان لحن الله رحيم، ما كان لا زوج، ما كان لا ولاد، ما كان كذلك لها عائلة قريبة، ولكن الساكنة ديال الدوار هنا ديال إمسلان تعتبروها بحال فرد من العائلة، الباب اللي دقاته يعني تترحب بها وتعتبر كفرد من العائلة. خلو الأخ هو اللي يحكي لنا بطبيعة الحال هذه الأمور. أمي فاطمة عايشة هذه الظروف ملي توفى لها رجلها الله يرحمه، ما عندها لا وليدات لا حنين الله رحيم، هي بقات مع ناس ديال الدوار. الناس ديال الدوار راه المهم وحده، هي وحده منا أمي فاطمة كلشي عزيزه عليه، الناس ديال الدوار راه عزيزه عليهم، تعاونوها بما تيسر اللي الدراري اللي تيجيو للمدينه كيحسنوها مره المهم هي المهم كتعاني بزاف، والنظره ديالنا حنا كنحترموها وكنقدروها. أمي فاطمة راه وحده منا، راه كلشي راه هي تقول لكم راه وحده من الناس ديال الدوار، الناس راه كيعاونوها بما تيسر، اللي عنده شي حاجه راه كيتعاون معاها. ولكن كاين واحد المشكل اللي هو كبير، كما كنعاودو نهضروا ونقولوا بان الناس اصلا هما هنايا خاصهم بحال ديك شنو نقول لك تشبه غريق بغريق. الناس هنا اصلا راه ما ميسورينش، ماشي زعما واحد الناس اللي واصلين واحد المستوى اللي انهم غيتعاونوا معاه بشي حاجه اللي سميتها. راه كما كتشوفوا راه كون كان اكثر من هذا الشيء راه غادي تلقاو أمي فاطمة عايشه في واحد السكن على الاقل يكون لائق ويكون عندها واحد العيش كريم. في هذه الدوار راه كاينين حالات، ماشي غير هي الحاله الوحيده، وانما هي الحاله اللي تنقولوا حنا بانها راه عزيز على الناس، والناس الدراري تعاونوها، الشباب اللي تيسر شي شويه مشى للمدينه خدم راه كيجي بحال في العواش ولا جشر شي مسائل في سبيل الله. المهم راه كما تنقول الله سبحانه وتعالى قال لك ما بنعمه ربك فحد، النعمه ديال واحد الانسان على اخوه المسلم راه ضروري انك تحد. انتم كما كتشوفوا راه كل شيء واضح وكل شيء باين، راه السيد اول حاجه بعدا هي راه كتشعل العافيه حضر الحطب، العافية كاين حضر الحطب وكلشي محطوط في بلاصة وحدة، يعني مجرد ما تكون هي ناعسة مثلا وتشعل العافية راه تقدر كلشي هادشي راه مبنية بالحطب كما كتشوفوا، هو قايل للسقوط دار ما يمكنش نقول لك انا دار. واش غنقول لك استاذ هاد الحالة هادي انسانية مستعجلة. انا بصفتي فاعل جمعوي كانت لهاد الدوار هذا ديال امسلان جماعة امكدال، كناشد معشر المحسنين والمحسنات باش يتفاعلوا مع هاد الحالة هادي، يتفاعلوا معها ويتعاونوا معها بما تيسر كل على حسب استطاعته. وحنا راه مواكبين الحدث مع أمي فاطمة، راه ديما تنعاونوها، ولكن داك الشيء راه ما كافيش، لان راه كما كنقول لكم الناس هنا اصلا هما خاص اللي يدفع بهم، كما كنقولوا بالمصطلح الدارجي راه دافعين الكروسه، وحنا بغينا اللي يدفع هاد الناس كاملين. أمي فاطمة تكون هي تكون عندها الاسبقيه للتعاون معها ونشوف كيفاش يرمم لهاد السكن هذا، ولا شي يكون شي سكن لائق على الاقل. وهو كما قلنا راه مهدد واي بالسقوط،
حنا راه غتكون هاد الحاله هذه الا فتوقعت ليها شي حاجه راه غتكون هي وصمه عار على جبيننا حنا، واخا درنا المجهود ديالنا وما خلينا ما درنا معها، وهي راه غنعطيوها الكلمه باش تقول شنو كاين، وانما راه قبل ما تكون وصمه عار علينا راه كاين وصمه عار على الناس اللي حنا راه عرفناهم اللي تيتلاعبوا تيبخسوا العمل التضامني. راه كاينين الناس راه واكلين العصا بهذا المصطلح هذا. مول فاطمه نعم، اشنو الخوف ديالك مول فاطمه انت في البوسط؟ الناس الحمد لله تيتعاونوا معاك؟ تعاونوا معايا وما خصني حتى حاجه، تا مروا لي البواطي الحاجه اللي مشيت تنجيبها من الدار تنطق عليهم ونجيبها، ما عمر شي واحد زدني لا يعمرها دار. نعم، هو الا درني يطلع ليا ايوا شتي حاجه ما خاصني خير. نعم، ايوا ما عرفتيني هادشي كلشي ها ندير كلشي كتندير غير البيت، الا كانت الشتا ولا الثلج تنهرب تنمشي عند الجيران، الا طاح علي هادشي صافي موت جيفة موت جيفة، اللهم نخرج نقول غير يا راسي وليني ما صوبت شي، شكون ما عندي ولاد ما عندي الرجل مات ليا، كنت انا فيتوري ملي مات ليا الرجل وجابني العيلين. نعم، ايوا حطوني هنا ولينا هادشي طيطح هاني تهرت كاع من ليدي، هدوني هنا حتى 3 شهور وانا قاعده ثاني عندي متوليت شويه خلي باقي. نعم، يلا كف بلا ليدي وطيطح ليا ديما ما خاتني حتى حاجه، الحاجه تيجي الا ما مشيت تنجيبوها لي طلطة، العيد اللي ما عندي يجيبوه يشروه ليا، لا عمر هذا بلادنا هذا ماشي انا بلادنا بلادي وخوتي، تيردو ليا البال تنهار حتى حاجه ما خاصني، خصني الدقيق خصني الزيت خصني عنا خصني نمشي ليه ندق عليهم ويعطيوها ليا بحالهم بحال ولادهم بحال عيالاتهم. الحمد لله، الله يعمرها دار.